سيد أبو بكر، هل نتحدث اليوم عن صدام مباشر بين الرئيس قيس سعيد والمجلس الأعلى للقضاء في تونس؟ أعتقد أن هذا التقدير للموقف سليم باعتبار ردة الفعل التي حصلت هذا المساء من قبل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ومن بقية الهياكل الممثلة للقضاء الرافضة لهذا القرار الذي اعتبر خطوة بالفعل مثيرة للجدل وبإمكانها أن تفجر صراعا حول القضاء وتعزز المخاوف بشأن الوضع العام بالبلاد. أعتقد أن رئيس السعيد هو تحين هذه الفرصة التي لها دلالاتها، خاصة أنه قبل أسبوع رأينا كيف المحكمة رفضت أهم قضيتين مطروحتين أمامها. نعم. الأولى تتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة، رفضتها المحكمة بمعنى كأنها برأتها، والثانية هي قضية تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الأسبق في عهد نظام الحكم العقيد معمر القذافي، التي اتهمت النهضة بأن عقدت صفقة مع إخوان ليبيا لتسليمه، وكذلك برأت ورفضت المحكمة هذه القضية. أعتقد أن هنالك رأي عام مهيئ لمثل هذه القرارات باعتبار أن حتى رئيس الدولة نفسه خلال الأشهر الأخيرة نعم. كان ناقدا بشكل قوي لعديد القضاء والقضاة، خاصة بما هو موصول بالملفات طيب. التي تشغل بال الرأي العام. طيب سيد أبو بكر، هناك جدل في تونس اليوم حول شرعية هذا القرار. إذا ما تحدثنا عن صلاحية الرئيس من الناحية القانونية، إلى أي أو إلى ماذا يستند الرئيس سعيد؟ المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أن هذا القرار لا يستند إلى فصل دستوري واضح، معناته بمعنى أنه ليست له الصبغة الدستورية، ولكن ما هو حاصل أن الدستور معلق هذه الفترة منذ إجراءات 25 جويلية الماضي، بالتالي أن ما هو حاصل بالبلاد بالنسبة للسلطات هي بيد رئيس الدولة في إطار إجراءات استثنائية أقرها يوم 22 سبتمبر بإجراءات 117، وبالتالي فأنا بإمكان رئيس الدولة أن يتخذ كل القرارات الممكنة التي تتطلبها الحالة العامة للبلاد، وكذلك واضح. ما هو مفروض من استتباب السلم وكذلك استمرار الدولة. واضح. المحلل السياسي أبو بكر صغير، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة التونسية تونس، شكرا جزيلا لك.